أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. في فرنسا ودع فريق باريس سان جيرمان نجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي بالتتويج بلقب كأس فرنسا، إذ فاز بهدفين لهدف على أولمبيك ليون في المباراة النهائية. تحدث في حلقة هذا اليوم عن مشاركة نادي الموصل في التصفيات النهائية المؤهلة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. ملعب أقرا كان فعل خير على محافظة نينوى وعلى نادي الموصل بشكل خاص. الحمد لله النتيجة إيجابية، ثلاث أهداف وثلاث نقاط اللي هي احنا جينا من خلالها انه راح يصعدنا ان شاء الله للنهائيات. لاعبين احكي لك انا عن نفسي واللاعبين اخوته البقيه، يعني ما ندخل مباراه احنا خايفين منها. بالعكس، احنا المباريات دائما انه قبل ما تبدا المباراه نريد بس تيجي المباراه حتى نلعب ونقدم شيء للجمهور الموصلي، واضافه الى ذلك اللي الدعم اللي جاي نشوفه بهالفتره هاي ما شفناه قبل، هذا ايضا ينطينا دافع للمباريات اذا كان من قبل السيد المحافظ، المستشار الدكتور حارس محمد، وكثير يعني من المسؤولين بالرياضه دكتور طارق الحجيه كانوا متواجدين مباراه الفرات.